السلام عليكم. قبل البداية صلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إذن اللاعب المهدي مبارك يوقع قبل قليل لفريق الرجاء الرياضي العالمي. إذن وقع اللاعب المهدي مبارك قبل قليل في صفوف فريق الرجاء الرياضي، وذلك في تعزيز صفوف الفريق الأخضر. إذن حسب ما علمنا به فقد انتقل اللاعب مبارك إلى صفوف الرجاء العالمي على سبيل الإعارة لموسم واحد مع خيار الشراء، علما أن النادي العين الإماراتي سيتكلف بمصاريف اللاعب في إطار العلاقة التي تربط الفريقين. إذن كان كل هذا حول انتقال اللاعب المهدي مبارك إلى صفوف فريق الرجاء الرياضي العالمي. إذن من جهتنا نتمنى اللاعب المهدي مبارك حد موفق مع فريق الرجاء البيضاوي والفوز بالألقاب مع النادي. شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء.